شكرا يا أستاذ وسام، الله يعطيك الصحة والعافية. هذا حساب صغير ما شاء الله، من 328 إلى واصل الحين الفائدة 926. حساب حقيقي ما شاء الله يا وسام، والله الدورة استفدت منها أشياء كثيرة، ولسه بنتعلم ونتعلم ونتعلم. الله يعطيك الصحة والعافية، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. الله يعطيك الصحة والعافية حجي وسام. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين لهذا اليوم كما تعودنا يوميا، لكن قبل البدء أدعوكم للاشتراك في قناة التليجرام المجانية قناتكم، هذا هو الرابط تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، هناك نصابين على الانستغرام على التليجرام على التيك توك على اليوتيوب ينتحلون هذا الاسم واسم قناة العملة في الكذب، ينتحلون كل الأسماء التي أستعملها ينتحلونها لكي ينصبوا عليكم ويتواصلون معكم وينصبون عليكم. انتبهوا، اضغطوا على روابط، أي رابط موجود في فيديوهاتي في صندوق الوصف تضغطون عليه وهكذا تتجنبون النصابين. أنا أحذركم يوميا، لكن مع الأسف هناك بعض الإخوة يطمعون طمع، لأنهم هاد النصابين يعني يطمعونكم بأنهم تعال استثمر معنا أو كذا وستحقق أرباح خيالية، وفي الأخير تجد نفسك تم النصب عليك. ونحن لا نريدكم بهذه العقلية، نريدك أن تكون إنسان يفكر بطريقة منطقية. لا شيء يأتي بدون تعب، هكذا بسهولة تأتي وتستثمر وتربح حقيقة الأموال، هذا غير ممكن. يجب أن تكون لديك عقلية، تريد أن تتعلم وتريد أن تحترف لكي تتداول بنفسك حتى لا تفتح الباب لنصابين ينصبون عليك. إذا تضغط على الرابط مباشرة من صندوق الوصف لهذا الفيديو، بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي تشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. الشباب مشاركين في دوراتنا التدريبية وفي عروضنا، وهم الحمد لله الآن يحققون أرباح، لا بأس أن نشارك معكم هذه الأرباح. لاحظوا الأخ يقول يحقق 163 دولار من الباونديان، ويقول هذا ما أخبرنا به أستاذ وسام، نطاق تلاعب بيع والحصل والحصيل 80%. مبروك أخي الكريم، مبروك واصل. لاحظوا هذا الأخ كذلك يحقق في سولانا 192%، ثم 367%. لاحظوا هنا كذلك الأخ البلوشي يحقق 600 دولار من 3 صفقات، سولانا ثم نيو ثم شيبا، 600 دولار. لاحظوا كمية الأرباح 261%، 16%. لاحظوا كذلك 554% من البيتكوين في هذا الصعود الأخير الذي تحدثنا عنه يوم أمس، 1003% في عملات ستورج. لاحظوا كمية الأرباح 112%. لاحظوا كذلك الأخ جيرار يحقق 385 دولار من البيتكوين في هذا توقع في هذا الصعود الأخير الذي تحدثنا عنه يوم أمس. أخ حسين يقول السلام عليكم أستاذي، أتمنى أن تكون في خير وصحة وعافية، بعد إجازة مرضية نرجع للأسواق من جديد ونأخذ اتصال مستر بوم. طيب شفاك الله وعافاك أخي حسين. لاحظوا كمية الأرباح 177%، 184%، 223%، 160%، 151 صفقات، خمس صفقات في 5 عملات كلها ناجحة. هل تظن أن هذا يأتي هكذا بطريقة اعتباطية، ولا هناك أسرار ومعلومات يجب أن يعني تضبيطها، وهكذا تستطيع أن تبدأ بتحقيق الأرباح. إذن كل هذه أرباح لشباب مشاركين في دوراتنا التدريبية. لاحظوا كذلك الأخ 143%، ويقول صباح البوم أستاذ وسام. يعني هذا الشعار، هذا بوم، هذا هو شعارنا. كذلك الأخ يحقق 319%، يقول سعد صباحك أستاذنا الغالي، الله يبارك فيك، هذا بفضلك. يعني ناس تحقق أرباح الحمد لله، 123% في هذا الصعود الأخير في البيتكوين، يعني الحمد لله أرباح قوية. الشباب المشاركين في دوراتنا التدريبية، أوكي. إذا دائما نحاول أن ندعوكم إلى يعني التعلم
لكي تبدأ بتحقيق هذه الأرباح، وهذا هو العرض المناسب. يعني تحصلون فيه على دورتين تحليل موجي والبرايس أكشن، 34 فيديو، 25 ساعة، 25 ساعة من الأسرار الاحتراف في أي سوق به متداولين. لكن الأهم أنك تحصل على 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية، 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية التي نحلل فيها كل الأسواق، فوركس كريبتو أسهم ودولية، يوميا من الاثنين إلى الجمعة صباحا ومساء. هذه القناة هي عبارة عن دورة تدريبية مباشرة معي، دورة تدريبية مباشرة معي، يعني تمكنك من احتراف التداول بكل بساطة، وتمكنك من تحقيق الأرباح كما رأيتم. كذلك تحصل على 3 أشهر اشتراك في مجموعة نقاشات تابعة لقناة التحليل اليومية بأخيرة المتداولين لدي، يجاوبونك على أسئلتك، يساعدونك، يشاركون معك تحليلاتهم، صفقاتهم، وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة، تبتعد عن التبعية وتنضم إلى عائلة تساعدك إلى أن تحترف. إن أردت استغلال هذا العرض والتعلم والتطبيق وتحقيق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جادا، ستجد الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع bprowavetrade.com. إذا أردتم تحميل بعض الكتب مثل الدليل الأساسي للشموع اليابانية، فقط تضغط على يبدأ الآن مجانا، تضع ميلك الخاص وتصلك الكتب إلى ميلك الخاص. وأخيرا وليس أخيرا، اشتركوا في قناة العملاء في الكتاب المباشر باليوتيوب، وصلنا إلى 6600 مشترك، نريد أن نصل إلى 10,000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط مثبت في تعليقات هذا، يعني تعليقات هذا الفيديو، ثالث رابط. ماذا لدينا في البيتكوين؟ أولا، تحذير: التداول من خطير، يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغط على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة لنا بالكتاب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تشاهد، تقارن، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. طيب، البيتكوين، ماذا قلنا يوم أمس؟ يوم أمس عندما نظرت إلى هذا التصحيح قلت هذا التصحيح لا يعجبني، أو عفوا هذا التصحيح كله لا يعجبني، وهذه الحركة كان ما مفترض أنه يكون هذا النزول، وقلت أنه ممكن ينزل يضرب لي بريك إيفن، وأريد أن ينزل يكسر هذا القاع يتلاعب، ثم بعد ذلك موجود في التصحيح للصعود مرة أخرى. لم يتم ضربه بخسارتي وهذا ممتاز، لكن لا زال الخطر لم يزول، لا زال هذا التصحيح لا يعجبني حاليا، وسأقول لكم لماذا. لاحظوا معي، قلنا أنه ممكن يكون هذا تصحيح، وإذا عندي كونتر أتاك يمكن البحث عن الصعود، وهذا ما استغله الشباب، وكذلك كانت هناك فرصة في هذه المنطقة، وهذا كذلك ما استغله الشباب وحققوا يعني ربح من هذا التحليل. المشكلة لدي أنا الآن في هذا التصحيح، هو يفترض إذا كانت هذه الموجة الدافعة التي ستكسر، لاحظوا الموجة الدافعة لما يكتمل التصحيح، لا تقوم بهذه الحركات، هذا هو الإشكال لدي. الآن كسرنا القمة، كسرنا القمة، إذا كتصحيح مفترض أنه بعد ذلك يصعد. إذا الآن أي تصحيح في هذه المنطقة، ولدينا زيادة في الزخم، لدينا زيادة في الزخم، إذا أعطني تصحيحا مكتملا كبيرا هنا للصعود أكثر، أثبت لي أنك تريد أن تصعد أكثر. لماذا؟ لأنه البيتكوين ممكن يعطينا اكسباندين، يعني ممكن يرجع ويكسر هذا القاع، اذا عاد بقوه وصحح ممكن يرجع يكسر هذا القاع، واذا كسر هذا القاع قد يكون اكسباندين للصعود اكثر. يعني لا زلنا في الصعود، ولا زال هذا التصحيح ملائم لهذه الموجه الدافعه، ليس هناك مشكل في ذلك، ملائم، ولا زلنا في الثلث الاخير من الموجه الدافعه. إذا لكي أتأكد من أن البيتكوين صاعد أحتاج إلى تصحيح حاليا. الناس التي استفادت من هذا الصعود ممتاز، هذا ما قلنا، هنا وهنا بريك إيفن الآن، بريك إيفن الآن. أوكي، الآن أنتظر لأرى هل سأحصل على تصحيح هنا للصعود، ممتاز، هذا ما نريد، للصعود أكثر، وهذا خلاص راح يقول أنه هذه بنية للصعود. لا تنسوا الآن
أننا فوق هذا النطاق، وهذا النطاق إذا تذكرتم قلت هذا قد يمنعنا من الهبوط، وبالفعل هذا الذي حدث وصعد، وصعد بقوة. لكن لا أريد أن أحصل على انعكاس في الاتجاه بزيادة في الزخم، يعني لاحظوا لدي هذه الموجة، لا أريد أن أرى موجة أخرى أطول منها ثم تصحيح، هذا يقول لنزول، نسميها الكونتر أتاك عندنا في دوراتنا التدريبية، هذا نزول، هذا إذا لا أريد ذلك. مثل هذا الكونتر أتاك، موجة تصحيح بول باك، موجة زيادة في الزخم تصحيح بوم كونتر أتاك، نفس الشيء هنا. إذا بدأ البيتكوين ينزل، يعني نفترض أنه عاد وصحح هكذا ونزل بقوة، أي تصحيح هنا للنزول هذا الجدار، لأنه سيكون هناك زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، كونتر أتاك إلى أين؟ إلى كسر هذا القاع مستوى 29000 دولار هنا، وهكذا سنقول أن هذا إكسباندين، هذا كله إكسباندين. هل أتمنى ذلك؟ أكيد لا، وإلا لما كنت فيها صعود. لكن نحن نحلل الشارت، لا نحلل ما نريد، نحلل ما الذي يعطينا إياه الشارت. إذا بدأ البيتكوين يصحح وصعد هكذا وأعطاني نموذج رانين، أو صعد هكذا وأعطاني نموذج ريجولر، ممتاز للصعود على الأقل لكسر القمة، لأنه عندي زيادة في الزخم الآن شرائية صعودية قوية، البيج بوي قوي. إذا لا أريد أن أرى كونتر أتاك، أريد أن أرى تصحيحا هنا، تصحيحا كبيرا ثم النزول الأخير قبل الصعود، لا أريد أن أرى نزولا قويا ثم تصحيح كونتر أتاك، هذا لا أريد أن أرى هذا الكونتر أتاك، الهجمة المعاكسة لا، هذه تقول لي هبوط، مثل الذي حدث هنا، كان عندي زيادة في الزخم ثم 1 2 3 كونتر أتاك تصحيح بوم، لا نريد هذا. عندما تحدثنا عنه يوم أمس وقلنا إذا تذكرتم قلنا أن هذا نطاق وقد يعود السعر من هذه المنطقة ليكسر القمة، وبالفعل هذا الذي حدث. تلاحظون أين وقف خسارتي أنا بريك إيفن مع قاع النطاق. إذا الآن لنرى هل هذا النطاق سيصمد وسيطير البيتكوين؟ أو سيأتي مرة أخرى لكي يتلاعب قبل الصعود. إذن إذا عاد وتلاعب أريد موجة دفعة تصحيح يعود للنطاق وسنبحث عن الصعود. إذا عاد بقوة وبدأ يصحح هذا للهبوط لكسر القاع. كونتر أتاك هذه كذلك هجمة مرتدة على هذه الهجمة الموجودة هنا. سميها كونتر أتاك. هجمة مرتدة. كما تلاحظون الأمر بسيط، نريد فقط أن نعرف مكان تواجد البيج بوي وندخل معه، مكان تواجد البيج بوي أو مكان دخوله وندخل معه، لا ندخل معه في نفس الوقت لكن سندخل معه، سندخل بعده بقليل، بعده بقليل. إذا كل ما أريده الآن هو أن أرى ردة الفعل هنا. لا تنسوا أنه إذا كان هذا هو التصحيح، أنا هدفي هو 40000 دولار أو على الأقل 35000 دولار كهدف الأول. هدفي هو الفيبوناتشي اكستنشن 127 ثم ال 161 40000 وال 35. اذا اتمنى ان يطير من هنا صراحه، لكن اذا بدات التعقيدات وبدا يصحح، نحن نعرف قراءه التصحيحات ونعرف قراءه هذه التعقيدات. اذا ساقول الان بيتكوين اما اعطني تصحيحا كبيرا هنا، وهذا للصعود مرة أخرى لأنه عندنا زيادة في الزخم، إما أعطني كونتر أتاك وانزل بقوة وصحح وسنبحث عن الهبوط لكسر هذا القاع فقط. بعد كسر القاع قد تكون هناك ردة فعل قوية وقد يستمر في الهبوط، سنقرأه مرة أخرى بعد في ذلك السيناريو عندما يحدث، لا نريد أن نستبق الأحداث. إذن هذا هو تحليل اليوم للبيتكوين. إن كنتم
يعني تستفيدون من هذه الفيديوهات، فجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، وإن كنتم تريدون الابتعاد عن التبعية على الأقل إيقاف الخسائر، لا تضيعوا هذا العرض. هذا أقوى عرض يمكنك الحصول عليه إذا أردت أن توقف خسائرك وتبدأ بتحقيق بالتعلم وتحقيق الأرباح. هذا هو العرض. ستجدون رابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط في صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك والرابط، تضغط عليه لتتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك. تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم أن العلم يعرفك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.